لو الحكاية فيها إن فيجو قالت حكومة البلدان بالمناسبة الناس دول شغالين بأمانة وقد ما بيقدروا رغم المشاكل اللي حصلت وربنا يوفقهم بصراحة شغالين جامد كلهم يعني يقول لك مش عارف ايه شغالين الناس كل حاجة حاضرة قدام الناس اللي بيقول الكلام ده عايز مشاكل يتنكد بس الباب خلاها تهدى شوية يعني حضرتك مش موافق على استقالة الحكومة؟ مش هنلقى ناس أحسن من كده ناس محترمة جدا ناس بتشتغل وواضح الشغل قدامنا كله طب حضرتك مش متابع الإضرابات الأخيرة للعمال وهيئة النقل والقطارات؟ قذر يعني لو أنا آسف على كده لأنه الكلام يعني هما يعني بيتصرفوا التصرف ده في البلد في حاجة ليهم اليومين دول الحكومة؟ حكومة البلاوي؟ انا ما اعتقدش يعني ان الحكومة دلوقتي هتقدر تفيدنا باكتر حاجة يعني من اللي احنا فيها دلوقتي يعني هي هتفضل زي ما هي كده لغاية ما يجي رئيس جمهورية جديد ويبتدي بقى هو يختار الحكومة الجديدة بتاعته وربنا يهدي الحال يعني الموضوع متوقف على رئاسة الجمهورية مش اكيد مش طبعا الحكومة. اكيد لان اي دلوقتي وزير بيعرف ان هو هيقعد كام شهر وهيمشي فبالنسبة له لحال البلد يعني مش هيقدر ياخد ويدي زي ما الناس اساسا او ياخد بمعنى اصح قرار حاسم للبلد لان هو يومين وهيمشي وهيجي وزير تاني هو بقى اللي هيكمل المسيرة معاه طب يعني حضرتك شايف ان الحكومة ان هي استقالت دي حاجة كويسة ولا مش كويسة؟ ربنا يصلح الحال ربنا وربنا يدي للناس وربنا يصلح الحال ايوة يعني الحكومة اللي فاتت دي كانت شغالة ولا لا؟ كانت شغالة والله وكنا عايشين في امان كان متوقع وانا شايف ان هو عشان التعديل وزير عبارة عن تعديل وزير طب يعني هي الحكومة كانت شغالة ولا شغالة؟ والله في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت معقول والله هو ده يعني المفروض يحصل في الظروف يعني حضرتك موافق على استقالة الحكومة؟ أكيد طبعا طب حضرتك بترشح مين لرئاسة الحكومة الجديدة؟ هو في الوقت الحالي ما فيش حد يعني موافق بالعشرة كمان لاني ما عملتش حاجة هو الوجع القلب والدماغ واقف الحال والشوارع المكسرة والمية اللي بتقطع والنور اللي بتقطع والأنبوبة الغاز اللي كنا بنجيبها بـ8 جنيه ما كان حسني مبارك بجبروته بنجيبها بـ20 جنيه وما فيهاش ربعها عيش مش لاقين عيش لو كان ابو شيل نجيبه نرميه اللي هو ابو شيل المدعم بتاع الدوله لو جبناه نرميه مفيش حاجه مواصلات مفيش مواصلات اراء الشوارع مكسره ومدغدغه وزباله وكل حاجه القرف يعني ما شفناش قرف الا اليومين دول اللي احنا من ساعه الثوره اللي اتعملت دي لغايه دلوقتي واحنا شايفين القرف هو عمل ايه ما عملش حاجه يعني حضرتك موافق على استقالة الحكومة طب بترشح مين رئاسة الحكومة الجديدة؟ أنا رشح الكنزوري حضرتك رأيك إيه في استقالة الحكومة؟ يعني أنا مش عارف اللي هيجي بعد كده هل يصلح أو ما يصلحش إحنا مش مصدق ونلاقي حد يقف معانا لغاية ما نخرج من الأزمة اللي إحنا فيها يعني الحكومة حضرتك شايف إن هي ما كانش المفروض تستقيل؟ لا ما تستقيلش الأيام دي الوقت مش مناسب يعني كان لازم يكملوا مشوارهم اللي بدأوه خريطة الطريق لحد ما كانوا يسلموا وزارة تانية او يجي رئيس تاني او لكن الوقت ده مش مناسب ابدا وكان المفروض هم بدأوا مشوار يكملوا حتى لو الحكومة ما كانتش شغالة ما هو ما كانش هيقدر يشتغل اكتر من اللي هم بيعملوه دلوقتي يعني وحتى اللي هيجي جديد مش هيقدر يعمل حاجة لان احنا ظروفنا صعبة بس كان لازم يتحملوا الوقت ده يكملوا اللي هي خريطة الطريق اللي قالوا عليها هو قرار اتأخر فترة كبيرة قرار هي استعادة قرار اتأخر جدا بعدها بحثون ما حلوش أي مشكلة كهرباء مية ضباط العمال الأطباء ما فيش أي مشكلة في حياتي بقى يعني حضرتك شايف إن استقالة الحكومة جاية في وقتها اتأخر كمان طيب حضرتك شايف إيه مين يبقى رئيس الحكومة الجديدة؟ والحكومة اللي جاية تأثير أعمالها، يعني بتقعد شهر شهرين هتاخد فترة أزمة ومقطوعة، بس
لو الحكومه فعلا تبني في دكتور محمد العريان مكتب اقتصادي، في لو حد من الحكومه دلوقتي شغالين في سير اعمال يبقى بريم احنا زي الاسكان. استقالة حكومة الدكتور حازم الملاوي هي أكثر خطوة جراءة استطاعت تلك الحكومة أن تتخذها، كان المفروض تاخذها من بعد بصراحة. ده يعتبر نوع من الاعتراف منهم بمدى قدرتهم على إدارة البلاد، واللي هو كانت بصراحة إدارة سيئة للغاية. طيب حضرتك شايف مين يصلح لرئاسة الحكومة القادمة؟ في الوقت الحالي هتبقى محتاجين شخصية أول حاجة نتسل بيها الحياد، خاصة إن احنا داخلين على فترة هتشهد عملية انتخابات. في أسماء كتيرة مطروحة، أنا عن نفسي أفضل لو كان الدكتور محمد العريان، ولكن أعتقد صعب في الوقت الحالي توليد الدكتور محمد العريان، فممكن أشوف حد زي الدكتور عز الدين شكري في شيء. VP